الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت مصادر حكومية في محافظة ديالا بأن انخفاض مناسيب نهر ديالا بسبب قطع روافد المياه من قبل إيران سيلحق الضرر ب 125,000 شخص وسيؤثر على الإنتاج الزراعي في المحافظة. وقال مدير ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة إن مناسيب نهر ديالا انخفضت بنسبة 40% في الأسابيع الماضية بسبب انحسار الإطلاقات من بحيرة دربندخان في كردستان ونتيجة قطع روافد المياه الرئيسة من قبل إيران، ما أدى إلى تداعيات سلبية على محطات الإسالة في ناحيتي السعدية وجلولاء معا في ديالا. وأضاف أن هناك مخاوف جدية من موجة عطش ستكون حادة في الصيف إذا بقيت معدلات تدفق المياه من دربندخان بمستوياتها الراهنة. أعلنت الحكومة الحالية في العراق حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات وصفتها بغير المحتاجة. وحددت وزارة التجارة الحالية مجموعة من الفئات التي سيشملها قرار الحجب، وتمثلت بأفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار عراقي، والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، وصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء وأطباء الأسنان ونقابة الصيادلة والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي بأكثر من 18 مليون دينار سنويا، والمسافرين خارج العراق مدة تزيد عن 3 أشهر. حذر البنك المركزي العراقي المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدعي تسهيل إجراءات تسلم القروض من المصارف. وأكد البنك أنه لم يمنح هكذا تراخيص لأي شركة أو جهة، كما أنه يحث المصارف على تسهيل إجراءات الاقتراض والتواصل المباشر مع المواطنين وفقاً للسياقات الرسمية. وأضاف البيان أن البنك المركزي قد فاتح الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والجهات المذكورة لما تسببه من أضرار للمتعاملين معها. أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن اعتقال 25 موظفاً في إحدى شركات التسويق عبر الإنترنت بتهمة ممارسة أعمال النصب والاحتيال واستغلال المواطنين في محافظة نينوى. وأوضحت هيئة النزاهة أن تحرياتها قادت إلى إقدام الشركة على استغلال المواطنين الوكلاء لتوريط أشخاص آخرين بغرض الاحتيال عليهم والحصول على الأموال منهم، لافتة إلى أنه تم ضبط أموال بحوزة المتهمين المضبوطين والأوليات كافة والمستندات الخاصة بالشركة المزعومة. قالت الشركة العامة لكبريت المشرق في محافظة نينوى إن احتياطي العراق من الكبريت الرسوبي يقدر بأكثر من نصف احتياطي العالم. وقال مدير الشركة عبد المنعم الجبوري أن احتياطي حقول المشرق بمحافظة نينوى يقدر ب 354 مليون طن من مجموع احتياطي العالم البالغ 600 مليون طن من الكبريت الرسوبي، مشيرا إلى أن خط إنتاج الكبريت المصفى توقف منذ عام 2003 بسبب تعرض الشركة لأعمال السلب والنهب إبان أحداث التغريب التي رافقت الحرب على العراق. ختام الموجز الاقتصادي، دائما كونوا في أمان الله.